ما عشناه في ألعاب القوى يعني في السنوات اللي كنت فيها يعني عداءة. فالتاريخ تتكلم على نفسه مع الأسف عشنا في السنوات الأخيرة يعني بعد الإقصائيات بعد يعني المشاركة المغربية يعني اللي ما كانش في المستوى. ولكن تنتمنى لأنه المغرب دائما تينجب، المغرب دائما كاين شباب كاين مستقبل. أنا جد متفائلة لأنه في المسار ديالي كنت متفائلة ولو بعد المشاكل اللي عشتها يعني صحيا الحمد لله تجاوزتها وتوفقت. فلهذا تنظر لأنه الشباب المغربي أو عامة تنتكلم عامة المختص في ألعاب القوى لأنه كله طموح كله عزيمة. ما تنظنش لأنه كاين شي عداء اللي ما تيتمناش لأنه يكون يوصل لبطولة العالم أو الألعاب الأولمبية وما يفوش ميدالية. وكذلك المسؤولين على ألعاب القوى الآن حتى هما تنتمنى لهم التوفيق لأنه المسار ديالهم في ألعاب القوى يعني في المسؤولية تنتمنى لهم على أنهم يخرجوا من المسؤولية ديالهم يعني بنتيجة اللي تيتمناوها.